لقد أسفر تصاعد العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة على مدى الأيام العشرة الماضية عن عدد كبير من الوفيات والإصابات، فضلاً عن إلحاق أضرار كبيرة بالعديد من المرافق الصحية. وتعرب المنظمة عن بالغ لقاها إزهاق الكثير من الأرواح، فقد توفي 245 شخص من بينهم 67 طفل، وأصيب 6700 شخص حتى 19 آيار مايو. وتسبب العنف كذلك في إلحاق تلفيات وأضرار كبيرة بالمرافق الصحية في قطاع غزة، كما حدث مع عيادة هالة الشوى للرعاية الأولية التي دمرت تقريبا، وما لحق بالمختبر المركزي المخصص لإجراء اختبارات كوفيد-19 في عيادة الرمال في مدينة غزة من أضرار جسيمة. وأسفر الحادث الأخير عن إصابة أحد الأطباء الذين كانوا في الخدمة في ذلك الوقت إصابة بالغة، وهو الآن في وحدة الرعاية المركزة. وفي قطاع غزة أثقلت وخامة الإصابات كاهل النظام الصحي المنهك بالفعل، الذي يواجه نقصا حادا في الأدوية والمستلزمات الأساسية، ويكافح أيضا من أجل التصدي لجائحة كوفيد-19.